مغامرة بيير في البلاد العربية. أهلا بكم أصدقائي، كيف حالكم اليوم؟ اشتقت لكم. أحضرت لكم كالعادة قصة جميلة ومفيدة، ولكن قبل البدء بالقصة لا تنسوا الاشتراك بقناة مدرسة، وإن أردتم أن تتابعوا هذه القصة مع أصدقائكم بإمكانكم مشاركة الرابط معهم. قصتنا لليوم هي مغامرة بيير في البلاد العربية، البحث عن قلب دبي. كان اليوم بارداً وعاصفاً والهواء قارصاً، وأوراق الأشجار في الغابة تتفجر بالألوان، إلا أن بيير كان مشغولاً بالاستعداد لرحلة طويلة. اعتاد بيير الهجرة برفقة عائلته وأصدقائه من كندا إلى الأماكن الدافئة مع اقتراب أيام الشتاء الباردة، لكنه سيهاجر لوحده هذا العام دون رفقة والدته، لذا لم يكن واثقاً تماماً من وجهة سفره، لكن ورغم ذلك كان مصمماً على خوض مغامرة رائعة. بدأت رحلة بيير وطار محلقاً في السماء لأيام عديدة، مسافراً عبر البحار والمحيطات. كان كلما نظر إلى الأسفل يرى مساحات لا نهاية لها من المياه، حتى أصبح منهكاً تماماً. وأخيراً ها هي اليابسة، صفق بجناحيه فرحاً عندما لمست قدماه تلة من الرمال الدافئة، ولكن الرمال تحيط به من كل جانب. أوه، رمال كثيرة! كانت الشمس الحارة تلفح ظهره والسماء زرقاء ضبابية. شاهد بيير بعض طيور النحام الوردية تقف في بركة من الماء، فطار وانضم إليها وفكر: سأحط في وسط الماء لأبترد. عجباً، الماء ليس بارداً. صفق بجناحيه بسرعة كبيرة لكي يتبرد بالهواء، إلا أن جناحه ضرب فراشة مرة بقربه فأوقعها في الماء. سعلت الفراشة بصوت غريب بينما نظر بيير إليها محدقاً. السلام عليكم، قالت الفراشة وهي ترتعش في الهواء بخجل. سألها بيير: عفواً، ماذا قلتي؟ بدأت الفراشة تتفحصه بإمعان، إنه لا يبدو مثل سائر الطيور التي تعرفها. سألت الفراشة الطائر الغريب: هل تتكلم اللغة العربية؟ أجاب بيير: أنا أتكلم اللغة الفرنسية ولا أعرف اللغة العربية، ولكن من أنت؟ أجابت الفراشة مبتسمة: اسمي الفراشة فرحانة، ويعني بالعربية الفصحى الفراشة السعيدة. مرحباً وأهلاً بك. سألها بيير: ما اسم هذا المكان يا فرحانة؟ قالت فرحانة: إنها دبي، وهي مدينة عربية. رسمت خارطة الخليج العربي على الرمال وبدأت تشرح له: دبي واحدة من الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت: يمكننا القيام بجولة في أجزاء البلاد. أجاب بيير: نعم، أحب ذلك جدا، لكنني بحاجة لأخذ قسط من الراحة أولا. أجابته فرحانة: ما في مشكلة. قادت فرحانة بيير إلى مكان ظليل حيث كان النسيم الدافئ يحرك أوراق الأكاسيا بلطف. قضم بيير وفرحانة بعض حبات التمر ورشفا القهوة المسكوبة من دلة طويلة العنق في فناجين صغيرة،
وبعد أن تشاركا رواية القصص عن أنفسهما وعائلتيهما، قررا الاسترخاء في الظل لبرهة. أغلق بيير عينيه وغرق في دفء الوسائد المريحة، إلا أنه بدأ يسمع أصوات سيارات تأتيه من بعيد. أثار هذا الصوت المألوف فضوله، فسأل فرحانة: هل صوت ضجة البعيد الذي أسمعه يأتي من قلب دبي؟ فوجئت فرحانة بسؤال بيير الغريب ولم تستطع الإجابة، لكنها بدأت تفكر. انتظروا أصدقائي، لا تذهبوا بعيداً، لم أنتهي من القصة بعد. ألا تريدون أن تعرفوا ما الذي حصل مع بيير؟ لمتابعة باقي القصة وتكملتها عليكم بالذهاب إلى الفيديو التالي، ولا تنسوا أن تشتركوا بالقناة وأن تشاركوا رابط القصة مع أصدقائكم لمتابعتها معاً. هيا، أنا بانتظاركم.